في حفل جائزة جسر للتميز في دورتها الثالثة الذي تقيمه الجمعية استشعاراً منها بدورها الوطني الكبير في خدمة العملية التعليمية والأكاديمية والتربوية. هذا التكريم الذي أعده شهادة تقدير لجهود المتواضعة في التعليم، وهو بحق ليس تكريماً لشخصي فحسب، بل هو تكريم لكل من يعمل في حقل التربية والتعليم. اليوم شرفت بتكريم الجمعية السعودية للعلوم التربوية النفسية بجامعة الملك سعود بجائزة الرواد الجمعية. حقيقة هي بيت التربويين والمتخصصين في علم النفس. فخر كبير كبير لي طبعاً عن فئة الرسالة العلمية، رسالة الدكتوراه. كنا قبل أيام نشوف الألعاب الأولمبية وكيف الفائزين فرحانين بالجائزة ويرفعون أعلام بلدهم ومعهم الميداليات، فكنت أتخيل نفسي هل يوم من الأيام بعيش هالمشاعر. تفاجأت صراحة بإني عشتها. حصلت على المركز الثاني في فرع البحث العلمي فئة الرسالة العلمية، والحمد لله يعني سعيدة صراحة بهذا الفوز وهذا التتويج. أشكر صراحة أسرة الكريمة على دعمهم وغرسهم لي حب العلم والتميز والإبداع، فلهم كل الشكر وأهدي لهم حقيقة هذه الجائزة. كلنا فخر، مسيرة علمية قضيناها في التأليف والنشر، اللهم لك الحمد، تكللت بنجاح، واليوم الجائزة تحملنا مسؤولية أخرى تجاه هذا الوطن الغالي وقيادة الرشيدة في تحقيق تطلعات هذا الوطن.